اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اللقطه اللي جايه معانا دي بقى لقطه فار، لقطه فار تانيه خالص. انتوا دايما عارفين ان الفار بيبقى دوره في التسعين دقيقه، لكن احنا جايبين لكم لقطه فار حصلت بعد التسعين دقيقه وقبل ما تتلعب التسعين دقيقه. ممكن ناس تقول لي ايه يا عم يا فزوره، لقطه فار ايه اللي ممكن تحصل بعد التسعين دقيقه وقبل التسعين دقيقه؟ ما احنا عارفين ان حكم الفار البروتوكول بتاعه بيبقى خلال التسعين دقيقه. لا احنا النهارده جايبين لكم لقطه مختلفه تماما. بحب اركز دايما كده في الكواليس اللي ما بين السطور او في التفاصيل اللي البعض ممكن ما ياخدش باله منها، لان التفصيله اللي هتتعرض في لقطه الفار اللي جايه ده اهداء مني ومن اسره برنامج الترند ومن قناه النادي الاهلي لمارك كلاتنبرج الخبير الانجليزي المسؤول عن ملف التحكيم في الكره المصريه، لان هي لقطه فار ما ينفعش تعدي، حصلت بعد ال 90 دقيقه وفيها كواليس قبل ال 90 دقيقه. تعالوا نشوف المحادثه ولقطه الفار دي لان فيها تفاصيل، ويا ريت تركزوا وتسمعوا كل كلمه كويس قوي عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل في غرفه الفار. يلا بينا. لكن ارجع للسؤال نفسه بقى، ايه السؤال؟ ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتم حكم اجنبي في الدوري قدام الاهلي؟ ما انا بقول لك اهو ما طلبناش حكم اجنبي، يعني الحكم اللي كان موجود هو حكم مريح بالنسبه لنا. ما انتوا ما كنتوش عارفين غير امبارح زينا. ما احنا عرفنا امبارح، ما كانش في وقت اساسا نجيب حكم اجنبي. بس ماتش الكاس ده بيتحدد من قبلها بكتير. الماتش نفسه اه، بس عايز تاخد مني انهي اجابه بس؟ عايز الاجابه الحقيقيه. ده اهداء مني لمارك كلاتنبرج. ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتوا حكم اجنبي في مباراه الدوري مع الاهلي؟ على فكره مش قصتي يطلبوا ولا ما يطلبوش، ده حاجه ترجع لهم هم. ممكن شايفين مباراه الاهلي بالنسبه لهم فيها حساسيه ومباراه مهمه، والمباراه الثانيه مثلا ما تستاهلش، فده رايهم، دي وجهه نظرهم، قرارهم هم، ما لناش علاقه بيه. ولكن اجابه هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قال ايه؟ اصل الحكم اللي كان موجود امبارح حكم مريح بالنسبه لنا. اه طبعا محمود البنا من افضل حكام مصر، وحد يقدر يعترض على ده؟ وموضوعي كمان هنا ماليش علاقه بمحمود البنا اطلاقا. قال لك ايه؟ حكم مريح. طب هاني الزميل العزيز هاني عتحوت ساله سؤال مهم جدا، قال له ماشي اوكي، بس انتوا كنتوش تعرفوا مين الحكم الا امبارح. فهاني سعيد ضحك، قال له اصل ما كانش في وقت تجيب حكم اجنبي. فتسال سؤال تاني مهم جدا، قال له يعني ايه بالعكس، ده المباراه متحدد ميعادها من فتره. اتحاد الكوره حدد يوم 2 يناير موعد مباراتي الكاس، الزمالك وبيراميدز 16 يناير والاهلي وسموحه 17 يناير. يعني من يوم 2 يناير ل 16 يناير عندك 14 يوم، فحجه الحكم الاجنبي مش موجوده، خلاص عندك مساحه وقت تطلبه. ولكن لما تقول اصل انا ما طلبتش لان الحكم اللي جالي حكم مريح، طب انت عرفت منين اللي هو اللي جاي؟ مين اللي قالك ان هو اللي جاي؟ مش بقول لكم لقطه فار مهمه جدا فيها تفاصيل بعد ال 90 دقيقه وفيها كواليس قبل ال 90 دقيقه نسمعها تاني، لان التفاصيل دي واللقطه دي هنبني عليها حاجات كتير قوي الفتره اللي جايه. لان اللي كان بيحصل في عهد اللجنه السابقه مع عصام عبد الفتاح يبدو انه بيحصل مع الناس اللي شغاله مع مارك كلاتنبرج، والراجل مش عارف، عشان كده انا بهديه الفيديو ده. نسمعه تاني لان هي بصراحه ما تعديش. لكن ارجع للسؤال نفسه بقى، ايه السؤال؟ ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتم حكم اجنبي في الدوري قدام الاهلي؟ ما انا بقول لك اهو ما طلبناش حكم اجنبي، يعني الحكم اللي كان موجود هو حكم مريح بالنسبه لنا. ما انتوا ما كنتوش عارفين غير امبارح زينا. ما احنا عرفنا امبارح، ما كانش في وقت اساسا نجيب حكم اجنبي. بس ماتش الكاس ده بيتحدد من قبلها بكتير. الماتش نفسه اه، بس عايز تاخد مني انهي اجابه بس؟ عايز الاجابه الحقيقيه. واضحة قوي ان هم كانوا عارفين من بدري. احنا عرفنا ليلة المباراة وقالها له، قال له احنا لسه عارفين قبل المباراة، او انتم ما عرفتوش الا زينا. فالتاني ضحك، يعني واضحة قوي، واضحة قوي. يا مارك كلاتنبرج يا اتحاد الكورة، هو لسه في تواصل بيحصل مع بعض الأعضاء في لجنة الحكام ولا مع مين في مجلس إدارة اتحاد الكورة؟ هو بيتم عرض أسماء الحكام على بعض الأندية للاختيار؟ عايزين نفهم. فاكرين الجملة الشهيرة؟ جبت له الحكم اللي بيحبه. بتتكرر تاني بس بشكل تاني. ازاي؟ وليه؟ وعشان ايه؟ هو الاهلي لما بيطلع قرار او لما بيعترض على اخطاء تحكيميه، والسنه دي في اخطاء تحكيميه بالجمله، ولكن
الاهلي عايز خبير اجنبي عشان جزئيه التواصل، محدش يتصل بحد. انت لما بتعترض كنادي وتقدم احتجاج حقك تقدم احتجاج واللجنه تناقشه، يا توافق وتشوف ان الحكم اخطا وتستبعده يا ترفضه، لكن محدش يختار حكم حتى لو الحكم ده رقم واحد في مصر. شوف وصلت لفين، حتى لو الحكم ده رقم واحد في مصر، لان انت هنا لما الحكام يشوفوا ان الضغوط بتاعت الانديه بتمارس بهذا الشكل على لجنه الحكام واللجنه بتستجيب، طب الحكم يعمل ايه في المباراه بقى؟ يعني ايه المطلوب من الحكم بعد كده لما يشوف لجنته ضعيفه بالشكل ده قدام الانديه ولسه بتختار؟ يعني لغايه دلوقتي لسه في انديه بتختار، ما قال لك ايه؟ هو حكم مريح. طب انت هتعرف ان هو حكم مريح؟ ما احنا الاعلان كله تم قبل المباراه بحوالي 18 19 ساعه. قال لك لا اصل ما كانش فيه وقت. مفيش وقت ايه يا كابتن هاني؟ ده الميعاد متحدد من 2 يناير، لو عايز تجيب حكم اجنبي عندك 14 يوم، مفيش وقت فين؟ ولا انت اتقال لك وتقال لي غيرك محمود البنا حكم كويس، رايك ايه؟ اه هو بيرتاح له، واحنا اكيد بنحترم الكابتن محمود البنا، الموضوع بعيد تماما عن محمود البنا، وبعيد تماما عن الزمالك وبيراميدز بالمناسبه، كل نادي بيدور على الطريقه والاسلوب اللي ممكن يلعب بيه ويكسب بيه، حقه. لكن لجنه الحكام ايه دورها؟ مارك كلاتنبرج مين الناس اللي شغاله معاه ويحصل فيه تواصل؟ وقبل كده كان خرج رئيس نادي منافس وقال لك انا اتصلت بتوفيق السيد وقلت له وعدت له وزدت له. يا جماعه الكلام اللي بيتقال ده قسما بالله بيلغي مسابقات. فين الشفافيه؟ فين معايير النزاهه الرياضيه؟ انتوا يا جماعه بتهزروا ولا بتتكلموا بجد؟ الكلام ده بيحصل ازاي؟ انا مش قادر استوعبه. وبعدين كمان اعرف ان الكابتن محمود البني لما تم اختياره لاداره هذه المباراه، ودي معلومه وانا واثق منها كمان، اختار المساعدين والحكم الرابع، ودي حاجه مش وحشه، بالعكس بالمناسبه دي حاجه كويسه جدا. ده حصل مع امين عمر لما سافر تونس، كان الاتحاد التونسي اختار امين عمر وامين عمر اختار المساعدين والحكم الرابع. لكن في دي كمان البنا عمل نفس الكلام، ما هو اكيد شايف في ضغوط فعايز يجيب ناس يثق فيها عشان يطلع بالمباراه لبر الامان. ما هو حكم رقم واحد في مصر وكل الضغوط دي حواليه، ولما يسمع ان في نادي انا برتاح له او في نادي بيرتاح لك ونادي تاني ارتاح لك، يعني الناديين مرتاحين للحكم، هيعمل ايه؟ فيبقى في ضغوط كبيره، فبيختار المساعدين اللي يشتغلوا معاه في المباراه. والنهارده حتى هو محمود البنا موجود في مباراه الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي. انا مش قادر استوعب الكلام اللي بيتقال ده ازاي يعدي. انا بحب اركز دايما في الكواليس اللي ما بين السطور. وهاني حتحوت زميلنا الاعلامي من افضل الناس اللي بتعرف تسال اسئله مهنيه، وسال سؤال اكيد عنده معلومه، لان السؤال كان واضح وصريح واجابه بضحكه من المدير الرياضي لبيراميدز بياكد نفس المعلومه، وبالتالي اعتقد الصوره واضحه. وده اهداء مني لمارك كلاتنبرج ولمجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علاب. الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. اخر حاجه نطلع فاصل، في اجتماع رابطه الانديه واتحاد الكوره مع اللجنه حصلت لقطه طريفه قوي. الاستاذ احمد دياب قال مشاكلنا في الدوري دايما التحكيميه بتبقى اكتر من حكام الفار. تخيلوا يردوا عليه مين؟ يرد عليه الكابتن مجدي رزق، وقال اصل السبب ان الموسم اللي فات ما كانش فيه اسس ومعايير وكانت فيه تعليمات غلط. مين الكابتن مجدي رزق؟ ده عضو لجنه الحكام الرئيسيه اللي كانت موجوده الموسم الماضي. يعني باعتراف عضو اللجنه ان الكوارث اللي احنا فيها دي بسبب الموسم الماضي في عهد عصام عبد الفتاح، وما كانش فيه اسس ولا معايير وكانت بتتقال تعليمات غلط. عرفتوا التحكيم اخر سنتين ثلاثه راح في داهيه ليه؟ بسبب كلام مجدي رزق اللي كان مسؤول وحاليا مكمل، واجابه واضحه جدا للسيد احمد دياب رئيس رابطه الانديه. اعتقد ما فيش كلام اقدر اوصف بيه الحاله اللي احنا وصلنا لها والكلام اللي بنسمعه في الكره المصريه.